هي الخيانة اني ما رديت عمرتي على التليفون. اه بس معلوماتي اللي عندي انك انت كنت مع واحدة اجنبية، ما كنتش مع واحدة من صحاب اصالة واحدة عربية. واحدة اجنبية مجوزة تشتغل بجراند حياة وجوزها مدير المطعم الايطالي بجراند حياة، واحنا كنا ساكنين بجراند حياة، فانا كل الستاف يلي بيشتغل بجراند حياة بيحبوا ابني وبيحبوا اولادي وبيسالوني عنه، وصرنا عيلة لاني ساكنين هنيك. فشفت قاعدة ناطرة جوزها لحتى يخلص الشيف تبعه ويكفوا على البيت. كانت الساعة 1:30 وكل المطاعم وكل البارات بدبي بتقفل الساعة 3، وهذا شيء مؤكد ومعروف. فأنا طلعت من جراند حياة 1:15، دقوا لي أصحابي اللي هن مثل ما قلت لك أصحاب أصالة المشتركين، إحنا قاعدين بمحل الفلاني، تعالت لها أصالة مع السيارة، كانت قلت لها خلصي عشاكي وبتجي على المحل الفلاني بتاخديني ونطلع بكفي على البيت. رحت قاعد معهم، شفت هي الأجنبية يلي عم تقولي عليها، قلت لها تفضلي have drink with us until your husband come. وين الخيانة؟ قاعدة معنا ناطرة جوزة، عزمتها على دريم، ما تقعد لوحدها، وحدة بعرفها من الأوتيل. بس أنت كنت حسب ما قرأت بتقول إن أصالة كانت بتتحجج أو بتتلكك، بتحاول تدور لك على حجة لنية مبيتة في قلبها من زمان إن هي تطلب الطلاق. بس من الكلام اللي أنا عرفته يعني إن كانت علاقتكم كويسة اليوم ده كمان بالذات، والأيام اللي قبليها ما كانش في خناقات، ما كانش في أي حاجة أبداً. فاللي هتبقى مبيتة نية أبداً، اللي هتبقى ناوية على كده ليه هتبقى لطيفة قوي مع جوزها؟ أخوها نفسه يوميها ورفيقتها وصاحبتها يلي اتصلت فيها بالليل وجابتها لتشاهدهم، لما سمعوا الموقف ولما حكيت لهم القصة من يعني الطرفين سمعوها، قالوا لي ردة فعلها أكبر كثير من الموقف. ما أنا قلت لك القشة التي قسمت ظهر البعير، كنت بتضرب أصالة، كنت بتهينها. مضربها؟ رجعنا لضربها وضربها. كنت بتضربها. فنانة بحجم أصالة تضرب؟ فنانة بحجم أصالة تستحمل 15 سنة ضرب؟ دلوقتي صحيت؟ ليه ما طلبت الطلاق من بعد أول سنة؟ ما يلي بيضرب ده سادي وده طبع بيبقى فيه، وعم تخليني احكي مصري، فما بعرف يعني عم تخليني احكي مصري لخليكي تفهميني، عرفتي كيف؟ بس ضربت أصالة قبل كده؟ ضربتها؟ اعطيني رجل بالعالم العربي او بالعالم الغربي او بالعالم الاخر ما بينفعل مرة عمرته، ما بيكب كباية على الارض، ما بيدفش طاولة، ما بيدفشها، ما بي... اكيد ما بيديهاش كف كفين طلوط. اه ممكن لما بتغلط المرأة على زوجها ما بلومه أنا إذا ضربها كاف لتسكت مثلا. في مجلة كلام الناس أجرت معاك الصحفية نادين صبرا انترفيو، فبتقول لك أصالة متزوجة قبلك، قلت لها لا أعرف. هي أصالة كانت متجوزة قبلك؟ الست مجوزة. أصالة كانت متجوزة قبلك؟ ما فيهاش حاجة، الزواج وعيب هو حرام؟ لا كانت مخطوبة. كانت مخطوبة، يعني ما كانتش متجوزة قبلك، بس لأن لفتني طريقة الإجابة وكأنك الزوج رقم 2 مثلا في حياتها أو مش رقم 1. أنا زوج رقم 1 كامل بمعنى الكلمة، وأول وآخر حب حكون بحياتها. ولا هي اللي أول وآخر حب في حياتها؟ أنا حكون بحياتها، صدقيني. حبيت أمل حجازي وكنت حترتبط بيها؟ أنا بموت فيها الأمل. اعتراف يعني؟ أنا بموت بأمل حجازي. حبيتها غرام وكنت حترتبط لا. بيها زواج؟ لا. إيه سبب ظهور هذه الشائعة؟ سافرنا مع بعض أستراليا مرة، حضرت لها كم حفلة، ألبومها الأخير نزل مع روتانا، كنت حاضر مع شربل أنا وهي، كنا نسمعه مع بعض بأستراليا، وكنا كذا تصورنا بكذا مطرح، كنا موجودين أو متواجدين بكذا مطرح يعني مع بعض، وصورونا كثير ناس. هذا الكلام مش مغرومين ببعض، منحب بعض،
تسأل عني وبسأل عنا. أمل حجازي على فكرة اللي ما بيعرفها بجالة، أمل حجازي من أرق الفنانات اللي شفتهم بحياتي. أمل حجازي أسهل إنساني ممكن تبكيه أنت. ما بتخيلي قديش حساسة وقديش رقيقة. بعد انفصال أمل فنيا عن شارب دومت وما بقاش هو مدير أعمالها، اتصلت بيها وحاولت أنك أنت تمسك لها إدارة أعمالها؟ أبدا. بس أنت نفسك؟ ولا ممكن أعملها. بتمنى. بتتمنى. بتمنى. بس ما بعملها. لأنك شايف. لا أنا آكل عيش وملح مع شربل. بس أنت بتقول إن أمل ممكن لو أنت كنت مدير أعمالها تاخدها لحتة تانية غير اللي هي فيها دلوقتي. ده صح. هي لو بدها بتحكيني بكل بساطة. ما في شيء بيمنعها. يقال هناك بعض من يصطاد في المية العكرة وبيقول إنك بتتاجر في وسط الزحمة بإنك صانع أصالة وبقيت بتعمل علاقات مع الأصوات الجديدة على حس المتاجرة دي. بصوا أصالة كانت إيه وبقت إيه ووصلتها لإيه، فأنا أقدر إن أنا أعمل أصالة تانية وتالتة ورابعة وخمسة وأحسن منها كمان. أكيد بقدر. أكيد بقدر. المؤكد إنه بقدر. اي منتج ما عم قلك انا قصه كبيره وفي منا انا اللي مثلي في خمسه منا بالوطن العربي مو اكثر من خمسه صناع النجوم اكيد. طالما انك انت كنت الراعي لتوقيع العقد ما بين شركه روتانا واصاله، شايف ايه لقدام اصاله مع روتانا؟ هيبقى الوضع عامل كيف ازاي؟ كيف راعي توقيع العقد يعني؟ يعني كنت انت في الوقت ده يعني جوزها ومدير اعمالها وانت اللي بتتفاوض باسمها وانت اللي مضيتها على العقد ده مش تماما تماما. ودلوقتي خلاص انت انسحبت او انفصلتم على الصعيد الاجتماعي والفني، بس لسه العقد مستمر واكيد بتسمع دلوقتي. لا العقد خلص. عقدها مع روتانا خلص. وسمعت انه روتانا رافضه، مش رافضه اصاله يعني، رافضه شروط اصاله الجديده بتجديد العقد. سمعت كده. وانا برايي هي الخسران. لو جددت العقد زي ما كان القديم حتى لو اقل المكسب معاها. عرضت على جورج وصوف إدارة وإنتاج أعماله ورفض، ليه؟ لا مش رفض. مين قال لك رفض؟ وصلني إن هو رفض إنك أنت تنتج له أعماله تكون بالعكس المنتج. هو أساسا هو بيسلم ماستر جورج يعني. أولا أول شيء بوجه له تحية كبيرة كتير، أنا بموت عليه وبحبه كتير وصاحبي وصديقي يمكن تعرفي هالشيء. جورج الحكي اللي صار إنه يسلمني ماستر، هو بيعمل الاغاني وبيختار واختياراته تكون والى اخره، وانا بستلم ماستر منه وبستلم مانجمنت. قال لي كلمه حلوه كثير، قال لي ايمن لاني بحبك ما بدي اخسرك، قال لي انا متعب. قال لي شو بدك فيني؟ قلت له انت قصه كبيره يا بوديا، وبيشرفني اني انا اشتغل مع سلطان الطرق، مع انسان سبحان الله يعني. قلت له انا بعمل فيك بلاوي. قال لي انا متعب. وقفت الحكايه عندك كده. وهو فعلا متعب يعني. انا اليوم كنت يجيب لي حفله قبل بحفله مثلا ساعتين يقول لي ما بدي اغني، يخرب بيتي فيها. هي بيخرب بيتي فيها دايما. فوتني بالحيط. العباقره بيكونوا مزاجيين. اكيد ضد ومع. أيمن الذهبي ضد أو مع العلاقة الحميمة قبل الزواج؟ مع أكيد.